شوفها ازاي يا باشمهندس؟ اولا يعني طبعا انا بس عايز اقول انه وصلنا خبر حزين جدا، وفاه والد الكابتن سيد عبد الحفيظ. فتعازينا وتعازي البعثه كلها وتعازي جماهير النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي للكابتن سيد عبد الحفيظ. ده احد جنود النادي الاهلي المقاتلين اللي بيخدموا النادي الاهلي بمنتهى الجديه والاخلاص طول عمره. بنعزيه وبنقول له الباقي في حياتك والبقاء لله. يعني بنتمنى انه يلهمهم جميعا ويلهم الاسره الصبر. وكابتن سيد هيضطر اسفا يغادر المعسكر النهارده وينزل الفجر على القاهره لتلقي واجب العزاء في والده، وتغمده الله بخالص رحمته. البقاء لله.